بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى ورضي الله عن شيخنا الإمام محمد زكي الدين إبراهيم وعن شيخنا إمامنا وشيخنا سيدنا الشيخ العلاوي الكبير رضي الله عنه وأرضاه وعن أولياء الله الصالحين في السالفين والخالفين رجال شأنهم ذكر وفكر وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق مؤدى لمن سألوا ومن لا يسألون وقد باعوا النفيس ولم يبالوا فما باعوه بل هم يشترون أولئك أولياء الله كانوا على قدر وكانوا يتقون فهم والله لا خوف عليهم حياتهم ولا هم يحزنون ورضي الله عنا وعنكم وعن كل واقف على باب الله من كل مذهب وطريق كل واقف على باب الله بحق وصدق من كل مذهب وطريق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً وألا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن إرادتنا إلى إرادتك ومن علمنا إلى علمك فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا أما بعد فيطيب لي أولاً أن أهنئ القائمين على أمر هذه البلاد لتوفيق الله لهم بأن وضعوا أيديهم على مفتاح النهضة الإسلامية باهتمامهم ورعايتهم للتصوف فالتصوف أيها الإخوة هو الكنز المفقود وهو مفتاح بعث هذه النهضة الحضارية الإسلامية ونحن في بلاد العرب والمسلمين نفتح أبوابنا على مصراعيها لجذب أو لاجتذاب رؤوس الأموال من كل فج من أجل التنمية والاستثمار وهذا لا غبار عليه ولكن ما أردت أن أقول هو أن هذه الأمة غنية برأس مال طبيعي متأصل فيها هو الروح هو التصوف يحتاج إلى استثمار وبالتالي فإن توجيه أو توجه أولي الأمر إلى هذا الجانب وإلى هذا الكنز المفقود هو مفتاح بعث الإسلام وحضارة الإسلام كما كانت من قبل الأمر الثاني أنني لا أتوجه بالشكر إلى سيدي خالد بن تونس لهذا التنظيم أو هذه الخدمة أو هذا الكرم ولكنني أنحني أمام أدبه وأدب إخوانه ومحبيه والأدب هو روح الطريق إلى الله تعالى وأنحني أمام تفانيه في المحبة هو وإخوانه والمحبة هي سر الطريق إلى الله تعالى فتحية لهم له ولإخوانه وهذا ليس بغريب فهم خيار من خيار من خيار
رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة، اسمحوا لي ألا أتقيد كثيراً بالورقة التي كتبتها من قبل لضيق الوقت أولاً، ولدقة الموضوع البعد الغيبي للعلوم أو البعد الروحي للعلوم، ولأنه على كل حال كما تعلمون أستمد من أنواركم في الكلام، وأنتم أهل المدد، وأنتم تعلمون كما يقولوا أن هذا العلم لا يؤخذ من الأوراق ولكن يؤخذ من أهل الأذواق، فاسمحوا لي أن لا أتقيد كثيراً بهذه الورقة. وأنتم أهل المدد، وإن كان البعض يسخرون من المدد، و كما قال شيخنا الإمام محمد زكي الدين إبراهيم: أتسخر منا لقول مدد ولست الفقيه ولا المعتقد؟ أتسخر منا بلا حجة وقد قال ربك كلا نمد؟ عطاء رخاء كل عليه به يعتمد، ففيما الملام وفيما الخصام وليس المعقد كالمعتقد. ففيما الملام وفيما الخصام وليس المعقد كالمعتقد؟ لنا علمنا ولكم علمكم، لنا علمنا ولكم علمكم، وما من أفادك من لم يفد، فإن كنت تفهمنا فاعتقد، وإلا فدعنا ولا تنتقد. علوم أو البعد الغيبي للعلوم، إن علوم الغيب أو البعد الغيبي للعلوم إن صح التعبير حقيقة بقدر ما عالم الغيب حقيقة، وإن جهلها الجاهلون أو عجز عن إدراك كنهها العاجزون. وما ثم إلا عالمان: عالم الحس وعالم الشهادة، كما قال الإمام الأكبر رضي الله عنه في فتوحاته. الإمام محي الدين بن العربي يقول: ما ثم إلا عالمان لا ثالث لهما: عالم يدركه الحس وهو المعبر عنه بالشهادة، وعالم يدركه لا يدركه الحس وهو المعبر عنه بعالم الغيب. وعالم الغيب له إدراكاته ومناهجه وعلومه وقوانينه، بل إن عالم الشهادة وقوانينها لا يمكن أن يعمل إلا في ضوء وتحت حكم قوانين عالم الغيب والمعبر عنها في القرآن الكريم بأنها النواميس الكونية، لقوله تعالى: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تلك هي النواميس الكونية التي تحكم كل شيء، فما من شيء في عالم الطبيعة إلا وهو محكوم بقوانين ما وراء الطبيعة، وما من شيء في عالم الشهادة إلا وهو يعمل طبقاً لقوانين عالم الغيب. والجسد يسير بقوانين الروح، وهكذا في سائر الأشياء. وإن كان نتيجة تأثر المدنية الحديثة بالفكر الغربي الحديث حدث نوع من الاستغراب لهذه الأبعاد الغيبية للعلوم، إن تعسف المدنية الحديثة واختزالها لمفهوم العلم بفعل التأثير الغربي إلى مجرد دراسة الظواهر الطبيعية في عالم المحسوس أو الطبيعة بصورة مستقلة عن النواميس الكونية لهو أخطر ما تتعرض له المدنية الحديثة
في عالم اليوم. وأعلم أن كثير من أساتذتنا المفكرين الأوروبيين أو الغربيين موجودون، فهم ليسوا في حاجة إلى الإطناب في الشرح، وهم أولى مني بريني جينو أو سيدنا الشيخ عبد الواحد يحيى رضي الله عنه وأرضاه، ولكن يعلمون تماماً أن الفكر الغربي قد ذهب بعيداً بالإدعاء إلى أن العلم بهذا المفهوم، بأن العلم بهذا المفهوم علم شامل لكل المعارف الممكنة، مثل أوغست كومت وسبنسر وغير ذلك. فأوغست كومت مثلاً لا يتصور إمكان الذهاب أبعد من الظواهر الطبيعية. سبنسر وضع حدوداً على الأطر المادية أو على المادة بحيث لا يمكن تجاوزها، جعل من تجاوز هذه الأطر نوع من العقيدة، أي أن هناك كفر منهجي بكل ما يتعدى عوالم الشهادة إلى عوالم الغيب. واختزال العلم إلى هذه الأطر المادية ليس إلا أحد مظاهر الإنكار التي تتسم بها المدنية الحديثة، والتي تتطابق مع مفهوم الفلسفة الحديثة، خاصة منذ كانت الذي أراد أن يحبس المعرفة في عالم النسبية. في الحقيقة البعد الغيبي للعلوم ليس غريباً عن مناهج العلوم الإسلامية والحضارات التقليدية أو التراثية عموماً، لا سيفيليزاسيون تراديسيونيل. وفي العلوم الإسلامية نحن نعلم أن آيات القرآن كثيرة في هذا الشأن، وإن كان العلماء قد توقفوا عند سورة الكهف في قصة سيدنا موسى والخضر، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. التوقف أمام هذه السورة أو هذه الآيات ليس هي واحدة من كثير من الآيات في القرآن والأحاديث، ولكن نظرا لأن هذه الآيات بالذات تحمل رموزا عميقة ومتعددة. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهناك رحمة عامة وهناك رحمة عندية مخصوصة. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي، إلى آخر الحديث أو الدعاء الوارد في الحديث الصحيح. وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني، من لدن حكيم خبير، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ليست الفلسفة، وأنتم تعلمون هذا. فلذلك قالوا أن هناك فرق بين العالم والعارف. ذكرني البروفيسور يونس عندما قال أن العالم دون ما يقول والعارف فوق ما يقول. العالم دون ما يقول والعارف فوق ما يقول، لأن العارف متحقق بما يقول، لأن العلوم الغيبية تحقق، علم يقين وعين يقين وحق يقين. علم لدني يوهب، أدركت به علم يقيني وعرفت به عين يقيني وشهدت به حق يقيني فهو يقيني وهو يقيني. هذا معنى، عفوا، كل ما أقول من أبيات هي لشيخنا الإمام محمد زكي الدين إبراهيم أيا كان، فحتى لا أكرر كل مرة. أدركت به علم يقيني، أدركت به علم يقيني وعرفت به عين يقيني وغدوت به عين يقيني وعرفت به حق يقيني فهو يقيني وهو يقيني. يقيني ويقيني تختلف في المعنى. فهذا
هو العلم، فالعالم دون ما يقول والعارف فوق ما يقول، لأن العارف متحقق بما يقول. أو قالوا العالم يدلك على الطريق كما وصفت له، والعارف يصحبك في الطريق أو يحملك في الطريق كما ماشاها وكابدها. لأن لمنهج العلوم الغيبية منهج يختلف، هو لا يؤخذ بالاكتساب. العالم يدلك على الطريق والعارف يحملك في الطريق، لأن العارف كما قال سيدنا ابن البنا السرخستي قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. العارف قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. فبالتالي العارف يدلك على الطريق كما ماشاها وكابدها. يقول سيد عبد السلام الأسمر: كان العلماء يدلون الناس على الله، وكان أبو الحسن يدخل الناس على الله. فهذا هو علم اليقين، أو هذا هو المنهج الغيبي في العلوم. قالوا العالم من أهل اليمين، والعارف من المقربين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. العالم يدلك على الطريق، العالم يدلك على الله بالأسباب، أو العالم يذكرك على الله، يذكرك بالله في الصلوات. العالم يذكرك بالله في الصلوات، والعارف يذكرك بالله في الأنفاس واللحظات. العالم يحذرك من الشرك الجلي، والعارف يحذرك من الشرك الخفي. العالم يدلك أو يصف لك الطريق كما وصفت له، والعارف كما قالوا شيخك ليس شيخك الذي ردك إلى الباب، ولكن شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب. شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب، شيخك الذي أدبك بأخلاقه وهذبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه. هذا العلم، لذلك قال عنه سيدنا الإمام الجنيد: لو نعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم لاتبعناه. لو نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم لاتبعناه. ولذلك هذا البعد العميق قال عنه الإمام الصقلي رضي الله عنه وأرضاه، قال في العلم اللدني، قال رضي الله عنه وأرضاه الإمام الصقلي، قال: من صدق به فهو من الخاصة، من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة، ومن فهمه فهو من خاصة الخاصة، ومن تكلم فيه فهو النجم الذي لا يدرك والبحر الذي لا ينزف. هذا العلم، هذا العلم في الحقيقة علم شريف، علم يؤتى بتصفية القلوب، له منهجه الخاص. ولكن ليس هذا العلم ما نراه في أيامنا هذه ولا في غير أيامنا، لأن دائما الأولياء ينتقدون زمانهم. سيدنا الإمام القشيري رضي الله عنه وأرضاه قال: لا والذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها، ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلا بكيت أحبتي بفنائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. هذا العلم تحدث عنه في رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: والله أكون جالسا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهما يتحدثان في أنواع من العلوم، وأنا بينهما كالزنجي لا أفهم كلمة مما يقولون. درجات. هذا الذي قال عنه سيدنا ابن عطاء الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل إلى حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته،
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ هو دخل الحضرة وجواها بس هيفهم إزاي؟ مش هيفهم حاجة. رغم أنه وصل إلى الحضرة، ولكن لابد أن يتوب من هفواته، والهفوة أدق من الغفلة، والغفلة أدق من الشهوة، والشهوة أدق من الطمس أو من الطبع على القلوب. هذا العلم قال عنه الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه: لقد اندرس هذا العلم منذ 20 سنة، وما نتحدث فيه الآن ليس إلا هوامشه. هذا العلم الذي قال عنه الإمام القشيري: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. قال عنه الإمام ابن العربي الشيخ الأكبر، قال: كان عندهم خيام ولم يكن عندهم نساء، أما نحن فلا خيام ولا نساء. هذا العلم في زمان الشيخ زروق قال رضي الله عنه عن شيخه أظن الحضرمي، عن شيخه قال: سألناه فقال: لقد انقطعت التربية بالإصطلاح، ولم يبق إلا الإفادة بالهمة والحال، فعليكم بالكتاب والسنة دون زيادة ولا نقصان. ولذلك شيخنا رضي الله عنه الإمام محمد زكي الدين إبراهيم يقول في هذا المعنى: ليس التصوف رقص الراقصين، ولا طبل وزمر وتصخاب وتهيج، ولا هو الذكر بالألفاظ ساذجة محرفات، ولا صعق وتشنيج، ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديان ترويج، ولا هو العمة الكبرى، ولا سبح حول الرقاب، ولا جمع مفاليج، ولا مظاهر آثام الموالد أو تكاثر برجال خيرهم عوج، ولا التعطل أو التبطل أو دعوى الولاية أو صنع الخوارق أو كذب وتدبيج، وليس بالإجازات تشرى بالدراهم أو وظائف صرفها بالزيف ممزوج، وليس بالفلسفات الهوج ينقلها كالبغبغاوات جهلا قلة هوج، اللي يقول لك وحدة الوجود وهم لا عارفين وحدة وجود ولا غير وحدة وجود. وليس بالفلسفات الهوج ينقلها جهلا، وليس بالفلسفات الهوج ينقلها كالبغبغاوات جهلا قلة هوج، إن التصوف فقه الدين قاطبة، والفقه بالدين توثيق وتخريج. إن التصوف فقه الدين قاطبة، الفقه بأسمى وأعمق وأرقى معانيه. إن التصوف فقه الدين قاطبة، والفقه بالدين توثيق وتخريج، هو الكتاب وما جاء النبي به، وكل شيء سوى هذا فمحجوج. إن التصوف حب الله يمنحه من قد أحب، وحب الله تتويج. إنما الحب أخلاق ومعرفة، الحب معرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليعرفون. فحقيقة العبودية معرفته تعالى، فماذا جهل من عرف الله، وماذا عرف من جهل الله. إن التصوف حب الله يمنحه من قد أحب، وحب الله تتويج. إنما الحب أخلاق ومعرفة، ذكر وفكر وترويح وتأريج. إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله، وإلا فهو تهريج. إن التصوف. شكرا سيدي، لابد من الاختتام. طيب، على كل حال رضينا بما قسمه الله لنا ولكم، وإن كان في العمر بقية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقط أشير إلى أن كان هناك كلام عن العلم الغيبي عند الشيخ ابن عربي وعند الإمام الدهلوي رضي الله عنه وأرضاه، وتقسيمهم للعوالم، وأيضا عند الشيخ زروق، والعلوم الأخرى في الإسلام مثل التفسير الإشاري أو الفقه الصوفي للتفسير، وعلم الحديث الإشاري أو الفقه الصوفي للحديث كابن أبي جمرة الذي اختصر البخاري، وأيضا البعد الغيبي للعلوم الطبيعية في الإسلام
أيضا عنصر كان فيه كلام. وأيضا يعني أريد أن أشير في النهاية في أقل من دقيقة إلى أن قد قمنا بإنشاء أكاديمية العالمية لدراسات التصوف وعلوم التراث بمبادرة من العشيرة المحمدية لتطبيق هذا المعنى في العلوم، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول والبركة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Les saints ont donné tout pour recevoir tout. Je félicite les dirigeants de ce pays car ils sont réussis. Ils ont réussi à trouver la clé de la réussite et de la renaissance en aidant les sophies. Je ne veux pas être emprisonné de ma feuille, mais je veux parler tout en s'inspirant de votre présence, votre madède. La source coule de vous. La dimension spirituelle des sciences est une réalité, car il y a deux mondes, le monde de l'apparence et le monde caché. Le monde apparent est sous la direction des ordres divins. Le matériel est soumis à ce monde spirituel. La modernité qui se limite au monde matériel, à l'apparence des sciences, est un échec. Et c'est un manque de reconnaissance de la vraie valeur. La civilisation traditionnelle et les sciences musulmanes ont la même vision dans ce sens. La science intime évoquée dans l'histoire de Moïse et de l'homme verdoyant est un exemple dans ce sens. Une différence entre le savant et le connaissance, la science de la certitude, la source de la certitude et la certitude elle-même. Le savant nous montre le chemin comme il était décrit pour lui. Le connaissant nous amène dans le chemin comme il a fait l'expérience lui-même. Les gens qui montrent le chemin, d'autres font entrer. Il y en a ceux qui montrent le chemin et d'autres qui font entrer à la présence divine. Les trois niveaux de cette science spirituelle est celui qui est convoqué de son existence, celui qui la connaît et celui qui parle de cette science. L'histoire de Omar, quand il a raconté qu'il assiste à des discussions entre le prophète et Abu Bakr dont il n'a rien assimilé. Le sophisme n'est pas des actes extérieurs, des danses rituelles ou des paroles répétées ou des habitudes différentes. Le sophisme est une connaissance profonde, est une connaissance profonde de la totalité de la religion qui est le livre sacré. Le sophisme est une réalisation de l'état d'être. Et par manque de temps, je n'ai pas traité les autres sciences.